الأسطورة والحقيقة عشق الملايين اللي حبوا اسم الخطيب، مش بس على فكرة جوه الملعب وبره الملعب، والحقيقة من ضمن ملايين يشجعوا وبيحبوا النادي الأهلي ملايين ما شافوش كابتن محمود الخطيب جوه المستطيل الأخضر، ومع كده ورغم كده الحقيقة حبوه وعشقوا اسمه. ورصيد الحب عند الجماهير مش بس بيتقاس الحقيقة بالمستطيل الأخضر ولا بالبطولات ولا بالأهداف، لا بيتقاس الحقيقة بمعايير تانية كتير، منها القيم والأخلاقيات اللي بيعبر عنها النجم. وياما الحقيقة كان في نجوم كتيرة جوه الملعب موهوبة وعشقتها الجماهير، لكن صورتهم بره الملعب كانت غير كده خالص. عشان كده الحقيقة يظل الكابتن محمود الخطيب واحد من أساطير الكرة في مصر، اللي الحقيقة مش بس الأهلوية كمان بيحبوه، لا الحقيقة كل جماهير الكرة بتحترمه وبتعشق اسم كابتن محمود الخطيب.